رمضان كريم، الله أكرم. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين، كل سنة وحضراتكم جميعا بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم، أيام الطاعة والمغفرة والرحمة. ملعب البلد زي ما حضراتكم شايفين شكل مختلف، طعم مختلف، مذاق مختلف، وهي دي بركة رمضان. قلنا نطلع شوية نشوف عادات وتقاليد الرياضيين في بيئاتهم المختلفة. زي ما حضراتكم شفتوا من شكل الخيمة اللي احنا موجودين فيها، احنا النهاردة في مدينة الضبعة في محافظة مطروح. يعني تتكلم عن الأصالة، تتكلم عن العروبة، تتكلم عن المعدن الأصيل، وتتكلم عن القلوب النقية الطيبة. النهاردة هنتكلم في كل حاجة، أهم الأكلات اللي بيمتاز بيها محافظة مطروح، وطبعا زي ما بنقول البدو عموما في رمضان ايه، أهم المشروبات. هنشوف زردة الشاي اللي تشرب منها شوية الشاي، الله على جمالهم والله على حلاوتهم. هنشوف السيجة، اللعبة الجميلة اللي بترجع بينا للذكريات اللي موجودة في الريف وموجودة أيضا هنا في مطروح. هنشوف الحاجات دي كلها، هنشوف الراعي وهنشوف الأغنام، هنشوف الجمال، هنشوف الناس الطيبة، الناس الجميلة، في حلقة أنا بعتبرها شخصيا من الحلقات اللي هتكون جميلة قوي، وهتكون على جزئين، هنكون موجودين الخميس وهنكون موجودين مع حضراتكم الجمعة. مرة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم، الله أكرم. يلا نشوف بقى النهاردة هنقول إيه، هناكل إيه، هنشرب إيه، وهنفطر على إيه، وهنصلي بعد يعني طبعا ما يؤذن لصلاة المغرب وصلاة العشاء، وأجواء أكثر من رائعة هنا في الضبعة في محافظة مطروح. انتظروا هذه الحلقة من ملعب البلد. زي ما قلت لحضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، أجواء رمضانية مختلفة تماما، وإحنا النهاردة موجودين في مدينة الضبعة في محافظة مطروح وبالتحديد في قرية الشرمبي. خلوني أقول لحضراتكم الأجواء هنا في رمضان مختلفة تماما. هتفكرك برمضان زمان، الألفة والمحبة والمودة والخير والترابط وصلة الأرحام، الحاجات اللي إحنا دايما بنأكد عليها تلاقوها لسه موجودة هنا في المجتمع العربي، المجتمع الأصيل، القلوب الطيبة، القلوب البيضة، اللي أنا شخصيا بعتز بمعرفتي بكل واحد هنا في محافظة مطروح وفي كل مكان في أرجاء مطروح. صدقوني الناس دول هم أهل الطيبة والسماحة وكل شيء جميل تلاقوه في أهل مطروح. هبدأ لقاءاتي وزي ما قلت لحضراتكم أن أنا النهاردة بلمس في الرياضة حاجات بسيطة. هقسم الحلقة على النهاردة الخميس وبكرة إن شاء الله الجمعة هيكون الجزء الثاني، وبنتكلم في كل حاجة، العادات والتقاليد اللي احنا شفنا لعبة السيزة زي ما قال سيادة النائب سليمان فضل، زي ما قال الحاج شريف شندي، وهنحكي في تاريخها، بنشوف زردة الشاي، بنشوف أهم الأكلات اللي بنتميز بها هنا في شهر رمضان الكريم. أرحب في البداية بضيوفي الأعزاء في فقرتنا الأولى، سيادة النائب سليمان فضل منور حضرتك. أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب يا سيادة النائب. أهلا بيك وكل سنة وأنتم طيبين وحضرتك طيب. مشاهدينا الكرام وقناتك الجميلة والإنسان الجميل القريب لينا والقريب لأهل مطروح. الله يبارك حضرتك وكل سنة وأنت طيب وحضرتك طيب والشعب المصري كله بخير. الله يبارك فيك يا سيادة النائب. أخويا العزيز وصديق وعشرة عمر الحاج شريف شندي، يعني إن هو يسيب نفسه وما يروحش رحلة صيد ويجي النهاردة تصوير، فده يعني بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا. كل سنة وأنت طيب يا حاج شريف. وأنت طيب يا دكتور، وأهلا بيك وبسادة البلد في مطروح، منورة مطروح بأهلها وشبابها ورياضيينها كلهم. كرك. واحنا سيبنا فتره الصيد لان الصيد لسه باقي على شويه، باقي على شويه، لحقناك احنا قبلها. كل سنه وانت طيب يا دكتور، وانت والساده المستمعين كل سنه وانت طيب وبخير وسعاد. طبعا مش هقول بقى الاستاذ نور رسان، هقول العمده نور رسان طبعا، اللي بيبقى ضيفي في فترات كتيره جدا واللي بعتز بصداقته وبقوته لسنوات طويله. منور يا عمده كل سنه وانت طيب. منورك يا دكتور، واهلا بيك وبقناه صدى البلد، وكل سنه وانتم طيبين والامه الاسلاميه والعربيه كلها بخير يا رب. شرفنا ومنورنا. الله يبارك فيك. سياده النائب هبدا مع حضرتك. القعده جميله اللي انا شخصيا بحبها جدا، لسه الموروثات القديمه محافظين عليها لغايه دلوقتي، وده شيء جميل جدا لاهل الباديه والاهل مطروح.
إلى أي مدى بنتمسك بالعادات والتقاليد حتى الآن؟ يعني يمكن هي صفة وميزة يتميز بها محافظة مطروح، تتميز بها القبائل العربية داخل جمهورية مصر العربية، وخاصة قبائل محافظة مطروح. التمسك بالعادات والتقاليد والأصول، سواء في التعامل، سواء في التحدث، سواء في احترام الصغير الكبير، سواء عطف الكبير على الصغير، سواء احترام كلمة الكبير وتمسكها به، سواء في الأعداد نفسها، في طريقة الأكل، في الجلسة، في الأعداد فض المجالس والمنازعات. وده أنا بعتبره يعني القبيلة تعتبر زي الهرم، ليها رأس وليها قاعدة، وما بين الرأس الهرم وما بين القاعدة تأتي بقية البنيان المرصوص للقبيلة من أبناء ومن أفراد، من العواقل، من لغاية لما توصل للهرم، وبتشكل بعد كده بنيان كامل متكامل في المجتمع المطروحي بتركيبته المجتمعية، بطبيعته الجغرافية اللي بيتمتع بيها، سواء طبيعة صحراوية لو اتجهت إلى الجنوب، سواء الطبيعة الساحلية لو اتجهت إلى الشمال. فتجد ما هم متطبعين مع الطبيعة المناخية والطبيعة المجتمعية والتركيبة دي، تبلوروا مع هذه التركيبة وتكيفوا معها بكافة أشكالها. لو وصفت لنا اللبس برضه عشان نعرف المشاهدين. يعني هو 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 بيعتبر اولا ده هيلد انجليزي، تمام، القماش دوت صوف انجليش. الزي اللي انا لابسه البنطلون او السروال زي ما احنا بنقول عليه، والصدريه والزبون اللي هو الجاكيت اللي فوق ده اسمه الزبون، بعد الصدريه ده الزبون. دي الصدريه والزبون اللي فوق والسروال او البنطلون، دول تقريبا بيبقوا بتاع حوالي القماشه بيبقى مشغول ولا لا لا لا, لا, لا انا لسه جايله. دول 3 متر، تمام. في العبايه فوقيهم بتتلبس برضو، دي 3 متر لوحديها، دول 6 متر. تقريبا المتر بيتكلف بتاع حوالي 1500 جنيه. يعني لو قلنا احنا بنجيب اساسا احنا بنجيب اساسا من السعوديه بيبقى 300 ريال، والريال تقريبا ب 5، يعني في حدود 9000 جنيه تحت. غير الشغل بقى ده شغل هاند ميد، ده خيط حرير ولازم يكون حرير اصلي عشان مع الزمن ومع الكلير ومع الكلام ما يتبقى ما يغيرش لونه، لازم يكون حرير اصلي. وشغل بقى الهاند ميد اللي بيشتغل فيه بياخد له من 2500 ل 3000 3000 ونص، يعني بنوصل 12000 بتوصل ل 12000 زي الوقت. ف بيتهيألي مفيش بدله، مفيش بدله في مصر ايطالي. خد الوقت يا حديثة، هتبقى ايه؟ هتبقى بالشكل بالشكل ده. والانسان في الباديه وفي الانسان العربي بيتمسك باصوله وبجذوره. خد الوقت اللي ياخد فيه الوقت اللي هو يشتغل فيه تشتغل فيه. لا طبعا شغل معروف من 4 شهور، شغل الهاند ميد. لا شغل الهاند ميد ده شغله كله شغل يدوي، كله وشغله كله 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 يدوي، فبياخد الوقت بتاعه، وقت بتاعه كتير يعني. حاج شريف، انا عايزك تحكي لي عن عاداتك وتقاليدك في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا رمضان بيبقى داخل على الناس ببهجة وحاجة تانية خالص. من عادات القبلية القديمة انه الكبير بتاع العيلة، سواء الاب كان عايش ولا الاخ الكبير، تلاقي اخواته وعمامه وكل الاسرة كلها يعني لحد الجد الرابع بيتجمعوا لازم اول يوم في رمضان على مائدة واحدة. يعني من اول ما يقولوا بكره رمضان ويهل علينا هلال رمضان، وهم بيحضروا لليله ديت عشان كله يفطر مع بعض اول يوم. ده لازم، دي من عادات المقدسه عند العرب يعني. برضو يتكرر الكلام ده في يمكن في ليله القدر برضو، وليله العيد بقى التظاهر والاطفال والفوانيس والكلام ده. اهم العادات في رمضان اللي انتوا لسه محتفظين بيها حتى الان اليوميه، نبدا بالمأكولات. الشوربه المغربي ديت مقدسه عند العرب.
والرضا ايه يقول على الجواعي هيجوعنا انا على شغل مربي حاني خلاص خلاص والرز نقول عليه الرز الاحمر الرز الاحمر اه ده لازم ده دي كسكسي ما فيش ولا بازين ولا لا دلوقتي بقى التشكيلات بقى مع التقدم العصري كتير بقى خد عندك الكسكسي خد عندك في ناس بتعمل العصيدة في رمضان العصيدة انا عشت في ليبيا فترة كبيرة في تلميس في الجامعة هناك فانا عارف البازين والكسكسي والحاجات دي لا في رمضان والواحد هو بيلف في البلد يلاقي كل حاجة يفكر نفسه هو اللي صايم بس فكل حاجة يجيب منها حتة عشان تلاقيها في البيت عاملة طبلية طويلة وعريضة ربنا يديم دايما المحبة على طول عمدة نور طبعا مدينة الحمام نفس العادات ونفس التقاليد اللي موجودة في محافظة مطروح كمان لغاية السلوم طبعا كلكم طبعا قبائل وعوائل وقبائل يعني مشتركة عاوزك برضو تحكي لي اللي بيميز مدينة الحمام في شهر رمضان مش بس قبائل خلي بالك محافظة مطروح عموما ومختلف تركيباتها لان سهرة في مختلف التركيبات في ناس من الصعيد في ناس من جميع محافظات جمهورية مصر العربية بيتطبعوا بنفس الطباع بتاعتنا وبنفس العادات والتقاليد اللي هي ما بتفرقش يعني كتير عن الصعيد او الارياف او سيناء او معظم محافظات مصر اللي هي صلاة الرحم زي ما قال الحاج شريف ان هو اول يوم رمضان او تاني يوم على حسب كل عيلة بتبقى عاملة ان بيبقى فيه زيارات بتفطر عند كبير العيلة معظم عمامك واخواتك وعيلة عمامك كل الناس بتتجمع تفطر في مكان واحد جميل نادي الحمام الأخبار السنة دي والله الأخبار إن شاء الله خير بإذن الله خير هنقدر يعني نادي الحمام نقاوم ولا الدنيا صعبة نادي الحمام مش غريب عليه الممتاز بيه احنا بقالنا 16 سنة تعرض للمواقف كتير في سنين كانت زي السنة دي سنين صعبة تعرضنا بيها طبعا ظروف كتير اللي حطتنا في الوضع اللي احنا فيه احنا وكل أندية مطروح يعني أنا عايز أقول للرأي العام أو للناس الشعب حتى الناس اللي في مطروح الناس اللي بتشجع الكورة بأمانة أنا مشفق على أي حد من مجالس إدارات أندية مطروح ابتداء من الممتاز به لحد القسم الرابع موارد مالية أصبحت جمهور الناس عايز فرقته تكسب عايز فرقته تكون في مكان كويس وده حقه إنها ما يعرفش مجالس الإدارات شغالة في أنه ظروف ما يعرفش إن أنت النهاردة الكرة أصبحت صناعة أنت عندك بتنافس أندية شركات وأندية مؤسسات وحتى الأندية اللي مش شركات ومؤسسات يعني مثلاً نادي الأولمبي نادي مش شركة نادي شعبي ولكن نادي عنده إنشاءات وعنده نادي عريق عنده موارد يقدر يصرف على فريق الكورة ويقدر يصرف على أنشطة كتير ما يقارنش بأندية مطروح طيب سيادة النائب سليمان إزاي في حال الرياضة إصلاح حال الرياضة في محافظة مطروح إزاي نحطها على خريطة الرياضة المصرية بصورة جدية إزاي نتغلب على المشكلات المالية اللي موجودة وانت حضرتك ليك باع طويل جدا في هذا المجال ايام ما كنت موجود في نادي الزهور ايضا حضرتك لسه موجود في نادي الزهور رئيس الحاج شريف انت الحاج شريف طبعا يعني ازاي نتغلب على الامور دي كلها بص حضرتك خلينا نتفق على مبدا عربيتك لو ما فيهاش بنزين مش هتعرف تقضي مشوارك اللي انت عايز تروح الانديه لو ما لهاش موارد ماليه تقدر تغطي بيها احتياجاتها خاصه ان اصبحت زي ما قال الاستاذ نور الرياضه اصبحت صناعه دلوقتي لازم يبقى عندنا تفكير خارج الصندوق تمام احنا كان زمان الفترات السابقه كانت محافظه مطروح بمحافظ الاقليم ايا كان المحافظ اللي بيجي كان بيبقى داعم اساسي ورئيسي للانديه بمبالغ ما حدش يتخيلها تتخيل حضرتك ان ميزانيه المحافظه كانت بتيجي في الميزانيه العامه للدوله ميزانيه محافظه كعامه بتقدر بتاعها حوالي 250,000 300,000 400,000 بحد اقصى 500,000 كانت المحافظه بتوصلها المليار وربع من الصندوق وفي بعض الاحيان بتوصل لمليار ونص من الصندوق وكانت في جزء مخصص للرياضه لان كان في جنيه من نتيجه بيع الاراضي والمحاجر وخلاف لا ده كان للاستثمار من الاستثمار الجنيه ده كان بيروح لصالح الرياضه في مطروح بدون صوت وصوت حضرتك وده يعني رساله الى قيادتنا السياسيه طبعا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يألو جهدا من تطوير شتى بقاع مصر
وأنا عارف أن المحافظات الحدودية لها مكانة كبيرة جدا في قلب فخامة الرئيس. أيضا دولة رئيس مجلس الوزراء لابد أن تكون هناك نظرة للمحافظات الحدودية ومنها محافظة مطروح الذي صعد منها فريق المصري بالسلوم أبعد نقطة حدودية حتى مدينة الحمام. لابد أن تكون هناك نظرة للرياضة وللشباب في محافظة مطروح حتى ننأى بالشباب في ونبعد به عن أي مخاطر قد تهدد مستقبله. حاج شريف، قبل ما اختم فقرتنا الاولى، حاج فوزي كان زعلان مننا وما نقدرش على زعله، يعني طبعا هو صديقك وصديقنا كلنا وان شاء الله يكون معانا في لقاء حالا. ايه الكلمه اللي توجهها قبل ما نختم فقرتنا لكل الجمع اللي موجود معانا؟ نقول لشعب مطروح كله وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا ان شاء الله، ويدوم علينا عزه وخير يا رب العالمين. اشكرك حاج شريف شندي، سيادة النائب سليمان فضل بشكرك شكرا جزيلا، العمدة نور السام بشكركم وأنا سعيد جدا. مستمرين مع حضراتكم، وريحة زردة الشاي الفطار قرب والريحة بدأت تدخل علينا، لكن هروح أشوف الحاج بريك أبو عبود في رأيه في طبعا أهم الأكلات اللي بتمتاز بها المنطقة في شهر رمضان وحديثه عن التكافل الاجتماعي والتزاور والأسر. شوف التقرير الخارجي ده وارجع أكمل مع حضراتكم. أوعطوكم في مدينة الضبعة والإفطار في شهر رمضان الكريم والعادات والتقاليد. ضيوفي في فقرتي الحالية، برحب طبعا بالحاج صالح محارب صديقي العزيز، منور الدنيا وكل سنة وحضرتك طيب. نورتنا، كل سنة طيب وكل سنة طيبين بالنسبة لشهر رمضان الكريم إن شاء الله. وأنت طيب وبخير. أخويا وصديقي العزيز أبو يوسف كابتن حمد فرج، يعني منور الدنيا كلها، وانا سعيد اللي انا شفتك النهارده. دكتور كل سنه طيب، واحنا سعداء جدا بوجود سيادتك معنا في مدينه الضبعة. اشكرك اشكرك. طبعا الصاعد الجديد النجم الساطع من مدينه براني الحاج محمد كويله، منور الدنيا ومليون مبروك الصعود. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك كابتن، كل سنه طيبين وانت طيب. منورنا في مطروح. هبدا بيك عشان انت اللي لسه صاعد، تسمحوا لي الحاج صالح والحاج حمد عشان نبارك له على الصعود. لا وبارك له ان هو عريس برضك. وكمان يعني يعني الاثنين مع بعض. فرحتين مع بعض. ورمضان يبقى ثلاثة. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. قول لي شعورك بقى بعد ما صعدت وبدات بقى هتبقى موجود مع الفرقة في القسم الثالث اللي هو شرس، معاك مطروح ومعاك الهلال ومعاك شباب الضبعة وأندية كتير والحرية وغيره. الحمد لله، يعني الحمد لله احنا السنه دي اول سنه النجم الساطع في المسابقات اتحاد الكوره. الحمد لله قدرنا من اول سنه لينا ان احنا نصعد بالفريق من القسم الرابع للقسم الثالث، فده طبعا انجاز يحسب لمجلس الاداره طبعا بقياده الحاج عبد الله كويله، كابتن عبد الجليل سنوسي مدير فني معانا، والجهاز اللي معاه كابتن مرعي وكابتن صلاح، لعيبه بصراحه كانت لعيبه رجاله. فكابتن احمد معتصم معانا طبعا كان من الناس المهمه معانا في الفرقه، الناس دي كلها كان ليها فضل في صعود النجم من القسم الرابع للقسم الثالث في اول موسم ليه. فبنشكر كل الناس دي، طبعا نشكر جميع الرياضيين في مطروح، يعني الناس كلها كانت واقفه معانا. ايه وش العروسه؟ ايه وش العروسه؟ وش العروسه؟ صح كده؟ يعني ايوه كده صح، يعني يعني امك تشوف تتكلم هدوم. ايوه صح، هذا بتاخد مكافاه. هي مكافاه مع اللعيبه، مفيش موارد ماليه. لا 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 معانده. اخبار كابتن بازوكا ايه؟ لا كويس بخير. كابتن بازوكا ده يا جماعه ده طبعا الاخ الاكبر للكابتن حمد فرج، وده رمز الرياضه في محافظه مطروح. زي ما بقولها مره وتكرار، تروح الملعب في مطروح تلاقيه هو اللي بيرش بالخرطوم، تلاقيه هو اللي بيمرن، تلاقيه هو اللي كان لاعب كبير. فده رمز من رموز اللي انا دايما بحب اطمن عليه، وربنا يديله الصحه دايما. بخير الحمد لله وبيبعتلك السلام، وهو سعيد جدا بس تعرف ظروف رمضان. احنا يبقى لنا لقاء معاه في مطروح ان شاء الله. قول لي الاجواء الجميله اللي احنا فيها دي اللي ايه العظمه وايه الجمال بتاع جو رمضان؟ محافظه مطروح بتتميز ليها طقوس خاصه في رمضان، زي ما انت شايف لازم الشاي يكون على الشاي الحمراء والشاي الخضراء يكون على النار، واحنا النهارده طبعا في ضيافه اهالي مدينه الضبعه عند الحاج سعد ابو صندوق. طبعا كل سنه الراجل مشكورا بيعمل لقاء بالانديه مطروح، فاحنا من خلال برنامجك بنشكره على العزومه الجميله دي والفطار والاجواء والموجودين سيادتك في الخيمه، واللي اشيك من ده كله وفي قمه السعاده
وجود سيادتك انا اللي بتشرف، انا اللي بتشرف يا كابتن محمد، وانت عارف والرجاله اللي موجودين معانا الله يبارك اللي هم يعني تعبانين وجايين على اساس يعملوا لنا معزه اهل مطروح كلها عندنا، يعملوا لنا لفته جميله كده في محافظه مطروح ويلقوا الانظار على الطابع المطروحي في رمضان. لينا طقوس خاصه، وانت سيادتك يعني احنا معتبرينك، مش معتبرينك انت ابن، انا واحد منكم، انت عارف انت واحد مننا، ودايما بامانه بتساعد انديه مطروح وبتسلط الضوء على الوضع بتاع محافظه مطروح في 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 رمضان، ويكفيك يعني ان الناس دلوقتي موجوده جنبينا وسعداء جدا بوجود سيادتك، وان شاء الله هتشوف الطقوس وتشوف الاكل بتاع. انا بقى الحاج صالح بقى يقول لي احنا داخلين دلوقتي خلاص، يعني هخلص الحلقه الاولى، حلقه ثانيه هيبقى بقى في وجود الفطار، قول ايه اللي بيميزنا بقى لحظه الفطار، ايه الحاجات اللي بنتميز بها هنا في مطروح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شرفتونا طبعا دكتور، انا من اشد المعجبين بسيادتك ومتابع ليك وبرنامجك الجميل، وسمحنا على تكبد يعني مشقة السفر في رمضان ده، أنا سعيد بس ده اللي يدل على ان انك يعني مطروح دي لها معزه في قلبك. اكيد اكيد طبعا. اولا نقدم الشكر لصاحب الضيافه الحاج سعد بصندوق والرياضيين جميعا في محافظة مطروح، ونتمنى من طبعا انا يعني مش هقول لسيادتك ولا اعرف سيادتك، اتمنى طبعا من القيادة السياسية ومن محافظة مطروح ودعم النوادي بتاعت مطروح والنظرة لنوادي مطروح، نوادي مطروح مظلومة وناس ولاعيبة خلي بالك من مطروح وشباب مطروح شباب كويس، ومحافظة مطروح حتى في الثورة دي اثبتت من احسن وانظف المحافظات امنا وامانا، ففيها شباب كويس شباب واعي، يعني نرجو الدعم ونرجو النظره للرياضه في محافظه مطروح. نرجع لسؤال سيادتك طبعا، ايه اللي يميز احنا احسن ميزه في محافظه مطروح وفي الفطار بالذات؟ التواصل وصله الارحام. تمام يا عم. يعني احنا هنا نختلف عن جميع محافظات الجمهوريه، احنا في شهر رمضان كله لازم متواجدين اخوه وقرايب وبتاع في مكان واحد، بنعمله فطار بمجمع بيبقى لم الاحباب والاصحاب. طبعا زي ما انت شايف ولا الكابتن محمد، الشاي دي حاجه اساسيه لازم تطبخ من قبل الفطار بساعه او نص ساعه، بتبقى تطبخ كده عشان تشرب كوبايه شاي مظبوطه. فطارنا طبعا احنا الرز الاحمر طبعا تشوف سيادتك، واللحمه الضاني اللي هي البرقي، اللحمه الضاني الصحراوي طبعا مش حاجه عندنا هنا في الصحراء، الراعي طبيعي يا عم، المراعي الطبيعيه وبعدها حاجه من الصحراء، منتجاتنا كلها منتجات طبيعيه من محافظه مطروح، حاجه على يعني فطار يبقى كويس ولذيذ كده هتشوفه سيادتك. بنزيد في الكرم لما نشوف واحد زي سيادتك، نفتخر بيك، نفتخر بجميع الرياضيين في مطروح، وبنفتخر بجميع الرياضيين على مستوى الجمهوريه. انا اللي سعيد بوجودك يا عمده صالح طبعا، محارب كابتن محمد فرج محمد كيله، فانا يعني سعيد جدا بهذه اللقطه البسيطه ولكن المعبره في وجود قامات الرياضه في محافظه مطروح، من السلوم وبراني ومطروح والضبعه والحمام وكل شبر موجود في محافظه مطروح. مخلص سيادتك مخلص برنامج سيادتك، نسيت انا ابارك للاخ محمد كويله الف مبروك على الصعود، وتحيه لحراس البوابه الغربيه بمحافظه مطروح مصري بالسلوم، فريق مصري بالسلوم، وتحيه لواحد سيوا برضه موجودين معاك جاي من الجنوب برضه بتحيه من خلال برنامج السنه دي. الحدود الحدود كلها الحمد لله، الحدود الغربيه تمثلت جميل جنوب وغرب جميل، ويعني المنطقه الغربيه كلها تمثلت في الرياضه في محافظه مطروح. من خلال برنامج سيادتك بقول لهم التحيه وقال لهم الف الف مبروك وربنا يوفقك. انا اللي بشكرك عمده صالح محارب، بشكرك كابتن حمد فرج محمد كويله، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. دي حلقتنا الاولى، الجزء الثاني هيكون موجود معانا بكره الجمعه بمشيئه الله. هنشوف بقى الاكل بقى، نطلع بقى احنا جعانين طول النهار وخلاص، الساعه 6:30 دلوقتي مع نهايه الحلقه الاولى، هنصلي المغرب ونبتدي في اجواء الحلقه الثانيه. اشكركم شكرا جزيلا، وانتظرونا غدا في حلقه جديده من ملعب البلد وطقوس رمضان في محافظه مطروح.